يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درسنا في الكلية في تفسير قول الله سبحانه فتبينوا أن الصحابي الذي أرسل للزكاة قد كذب، فما حكم هذا الكلام حيث قال لنا المدرس إن الصحابي قد كذب في هذه المسألة، فهل قوله صحيح؟ لا يجوز له هذا، الله ما قال الصحابي، ما قال فلان ويروح يقول الصحابي ويسميه، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا عام، إن خبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التثبت. وش اللي يدعيه يسمي الصحابي؟ هذا يفتح باب شر، وهو أيضا ما عنده ثبات عن هذا الأمر، فلا يجوز له هذا الكلام بين طلاب وشباب تعلمون يفتح لهم هالباب هذا. نعم، فانصحوا وبلغوه الكلام هذا، ولو ما هم من حقه يذكر الصحابة. نعم، الله لم يذكر هذا، وإنما قال إن جاءكم فاسقون، ما قال فلان ولا فلان. نعم.